ان شاء الله اليوم بسوي معكم رزنة بيض. هذه مكوناتها بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل بيت. لازم يكون بيض محلي وايضا سمن محلي، زعفران، جوز الطيب اختياري، الهيل ان شاء الله بنطحنه، حبة البركة نفس الحاجة راح نطحنها، سكر والحب الحمراء. أول خطوة نسويها نفصل البياض عن الصفار، بنستخدم فقط الصفار. والخطوة الثانية راح نطحن إن شاء الله البهارات كلها، الزعفران، جوز الطيب، وأيضا حبة البركة والحبة الحمراء. هذا صفار البيض، سكر، زعفران، البهارات اللي خبرتكم عنها المطحونات، سكر نفس الحاجة، والسمن. الحين بسم الله نحط أول شيء البهارات، ثم السكر، ثم الزعفران، هذا السمن. نخلط كل المكونات مع بعض. بسم الله. حطيناها على النار وبنبدأ نحرك. لازم تكون النار خفيفة. تبارك الرحمن بدأ يضغل معنا البيض. حرك باستمرار الحين وخليها على نار خفيفة. شوفوا ما شاء الله كيف صارت تماسكت معنا. الحين بنحط الزعفران. طبعا السمن نضيفه بالتدريج. نستمر بالتحريك وعلى نار هادية لحد ما يتبطل معنا البيض، تكون كل حبة بروح. سكرنا عنها النار، خلاص كذي صارت قاسة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشكل النهائي. خلينا نذكركم بعض فوائد هذه الرزنة. علاج للخوف، النسيان، الضعف البدني، الضعف الجنسي، والضعف الذهني، ولها فوائد كثيرة، فإن شاء الله أنكم استفدتوا، والله يعطيكم العافية رب العالمين. إن شاء الله الحين بغير معكم. بسم الله.